انت ايش تعمل هنا؟ شريفة شريفة شروفة، انت ايش تعمل هنا؟ انا نفسي اجيب بالزوزي. انا جيت بحث شريفة دواعي امنية. وانا دعاوي خيرية من عند العزوزة باش نشدك بالكمشة. يا اخي تعرفوا بعضكم؟ انا نعرف الاشكال هذوما. كنشوف انا نعرفك الاشكال هذوما. لم فمك ما كانش تو نهزك المركز تو نفسرها لك هذيك الاشكال هذوك. وانا زاد النجم نخطف ساقي لدارك نكلم سيرين نحكي لها على الحكايه الكل. شبش تقول لها سيرين؟ انا مش فاهم شنو صار. مش تقول لها بايكك المثل الاعلى متاعك يسهر بحدا رقاصه. عليه تهمه هي رقاصه؟ ايه تهمه واسكت انت. شكيب ايجي معايا لبرا حاجتي بيك. اسبق اسبق طونجي يقوم. الله يبارك عليك. في الماء هيا عودوا طلوا باش نجيب لكم الجوزي. هو مانيش نازل المركز اما على شرط. ايه تعطينا الشرط خلينا نقرا حساباتي. تقرا حساباتك؟ لا ما تقولش السيرين وعفيف. وانت زاد ما تقولش السيرين. باهي تفهم. ايش تعمل انت تو؟ انا مروح. اي برا. وانت ايش باش تعمل تو؟ ايش عندي ما نعمل انا مروح. اي برا روح. شكيب. باهي نايس. سي عثمان. ما سلمناش على شريفة راهو. يزيش من البلاد. صباح الخير. على خير. عنتور عنتور هم شيء وزوز. برسمك زعما ما عادش يرجع حتى حد. تخافش عزيزي ما عاد يجي حتى حد. يعيشك يا شريف. تعرف شريف انا روحي يا روحي. وي الجماعة جاو. أنا جماعة اللي جاو. الفرقة جاو. فرقة شو؟ فرقة الأبحاث؟ تيلي فرقة الهشك بشك. والله طيحت لي قليبي. يعطيك دودة محليك. عسل عسل مالرويج اللي عندك. هاقع دفعت. المرأة أكثر حاجة تحب هو الراجل النزيه والبوكو. أوه حبدولة دي عندي منها البوكو سيزم عندي. تحب زيد الراجل الحنين واللي يقول الكلام الحلو. شنو واحد يا بنتي؟ انا وائل الكفوري ريتيه قلبي لهنا في بلاصته كمانجا. واكثر حاجه تحبها المراه هو الراجل اللي عنده برشا فلوس. فزدتها هذه فزدتها. مش وليت تخدم عندك شهريه؟ اي معناها انت توا رجل الدار. اي بالطبيعه. اي هون ملاك ما رجني على حق الكراء. خلصوا. باهي باهي توا نخلصوا. باهي باهي عاد لازمني غدوة نتصرف في حق الكريم. نرجع لكم بعد الفاصل. اش فما؟ ماني قلت لك تا غدوة نخلصوا. تيلي جيتك على حاجة أخرى. نتاع سوناجي باش يقص الماء. خلصوا. إي جاية نتاع الماء. يا زلمك ادخل ادخل ما تعشمش ادخل. شنو هذا؟ خويا راهو ستة شهور ماء مش خالص. باش يقص عليكم الماء. باهي يا معلم على الأقل خل ندوش بعد قص الماء. يرحم والديك. برخصة ترافك دوش لا. عندي برشا خدمة كي تجي تخلص غدوة رجعوا لك بالوقت. باهي باهي باري خرجيه تو غدوة نتصرف باهي. هاي عندي برشا خدمة عندي برشا يخلص رجعوا لك بالوقت. شو نعمل انا تو لازمني على الاقل مليون ونص باش نخلص. منين باش نجيب؟ منين باش نجيب هذا الفلوس هذه الكل؟ مش انت راجل الدار؟ لا لا مانيش راجل. في بالي هاو نتاع ستيك جاي باش يقص الضوء خاطر ماهوش خالص. خمسه يا نتاع الضو. ايجا ادخل ادخل ما تحشمش ادخل. خويا راه الضو مش خالص عندي ست اشهر باش نقصوه عليك. خويا نجم تخليني شارجي تليفوني بعد قص؟ لا سامحني ما نجموش خلصت ورجعولك. باهي 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 باري خرجيه باري خرجيه تو مخلص. اسمع والعطار خلصوا زاده كي تجي خارج من الدار. باهي تو مخلص. باهي تتم في الفريجيدير كل مره تخرج لي واحد. تو مخلص منين باش نجيب انا منين؟ 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 المراه تحب الراجل اللي يجيب لها الكادوات الغالي. والله لما نوقفك على الثلب يا منظر. ونوريك هات ونوريك. واكثر حاجه تكرهها المراه في الراجل هو اللي يضرب الشليكه.
يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني يا ليلي يا حبيبي يا عيني يلا يا شريف يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني يا ليلي والله شلالي يا ليلي وحياتنا يا ليلي وجودك يا مسهر يا مسهر شنو العفسه دي؟ باقه بالقنطير؟ والله غريبه شنو هي هذيك؟ ممنوع البصاق بالباقه والحديث مع السائق، يا سائق سائق وين قصدي ربي يا الاولاد؟ مانيش مصدق اسمع وسيدي شاور فينا وين مشيت؟ تو نحن اخويا الغالي مستنسين نمشوا برج العامري، انت هزنا برج الرومي مشره وخيره وعلى البحاره كان واحسن عندي اصحابي غاديك ما عادين معايا برج ربطيين. يا ودي انا باقه وانا بوليسيه ودي راني تكسيس نخدم على روحي يهديكم ربي. تكسيس تخدم على تكسيس اسمعني يظلي صارت غلطه يظلي منعنا يظلي منعنا امانه تكسي هزنا الحومتي حي يبقى الامل السلام عليكم احتراماتي سجلاني السلام عليكم سلامتي وصلتني معلومات وانه مواطنين يخالفوا في القانون معناها يتعداوا هنا في الطريق وتسيبوهم من فضلك يا عايشك القانون صريح لا عندي فلان لاني ولد شكون سجلاني بصراحه رانا نخاف على خبزتنا شنو تخاف على خبزتك يا سيد انت محلف باش تطبق القانون واضح واضح سجلاني يبدا حتى الباشي قايد سبسي لا 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 ما وصلش غير لا سجلاني كيبدا يوسف الشيخ لا حتى يوسف لا سجلاني وكيبدا ذاك نتاع رئيس مجلس النواب نطبقوا عليه القانون ولا لا يا ودي زي بركاكه زي سميتهم لي الكل مذاكر اللجنه الثقافيه نتاع قرمده شنو الهم هذا الله يبارك سجلاني اي تفضلوا اخدموا على روحكم واني راقب فيكم احتراماتي اي تفضل زميلك وي السلام عليكم عسلامة وراك سيارة عايشة ما عنديش نعم قلت لك ما عنديش عليه ما عندكش تسوقي في كريتة تسوقي في بهيم وراك سيارة عايشك ما عنديش شنو ما عندكش فضل هابط مانيش هابط تفضل هابط خاطر مانيش هابط يا اخي تصيح عليا اي نعم نصيح عليك ما تعرفنيش بنت شكون يا اخي تعرف بابا شكوني مش هيطلع بوك شكوني مش هيطلع مش ماكش خايف مانيش خايف ايوه تفضل معايا نمشي معاك ومعك ما تعملي شو خلط الحياه هذه حرك قدامي غطس في الكركم وتمشي امشي اتحرك امشي اتحرك الحاله هذه امشي اتحرك نحي يدك عليا ما تمسنيش فما سجلاني هذه لا عندها وراك كهرباء لا حد شيء قالت لي ما نعطيش الوراق وما تعرفوش باشكو نعميني سمحت سمحت سجلاني فهم هذا شيخ دبا رئيس حزب اي طالع باقة طلع هطلع في تليفون يمين وفي يمين افكتيف مو هطلع افكتيف مو غاد امشي دو افكتيف مو اخرين امشي غاد السلام عليكم سلام ورق سيارة عايش من فضلك نسيتهم نعم نسيتهم نسيتهم ومخك وين نسيتهم يسمعني تفضل هبط تعرفش باشكونة شوف باشكونة ما عادش تاكل حكيت هذه تفضل هبط لوط باشكونة مزمر عليك قال لك مزمر عليك فاش مزمر عليك فاش لا مو مش جابت هلكتونا فاهم البلاد لا تعرفني ايش فيك انت سايق تحرك قدامي مش تحرك امشي باش قول تحرك تحرك قالوا سايق تحرك سجلاني سجلاني انت شنو ها هاو المناظر الخبيثه هذه قال لي ما تعرفش با يا سخطه شكون والدي لؤي ذاك تحيات سلاي شحال لاباس لؤي سجلاني فوق القانون فوق الجميع خلينا نطلعوا في الباقه يطلع يا ولدي القانون فوق الجميع الا على ولدي لؤي ما فهمتك سجلاني معناتها نحن نلوطه في الروت سوشي سوشي شي والقانون الفوق وولدك في السطح الفوق اي ولدي نو كلاسي باهي كان عجبك لا يا سجلاني ما تعرفش كيفاش اعطيني ليست فيها ولاد عماتك ولاد خالاتك ولاد جيرانك من كلهم باش نعرف شكون واقف شكون موقف تا وقته هذا سامحني سجلاني حاجه اخرى انا رئيس مجلس النواب عملنا فيه نوقفوا تحب تشلطي تحب تشلطي يا سجلاني يا سجلاني